تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة الجذاع البكار من مسافة 3 كيلومترات في شارة النخبة للأصايل. انطلاقة بحفظ الله هذا الشوط الأول الرئيسي اللي في أول المراكز. هذه سرابة للسيد سعيد بن سالم المسعود مع سرابة في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينية للسيد محمد بن حمد الدعبة مع الشاهينية في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الأيمن الشاهينية للسيد راشد بن طالب بن شريمة المري مع الشاهينية في ثالث المراكز. الرابع المراكز هذه الشاهينية للسيد راشد بن طالب بن شريمة المري. وفي خامس المراكز هذه مسناد للسيد حمد بن صالح بن جرحب المري مع مسناد في هذه اللحظات في خامس المراكز. في اول المراكز هذه سرابه للسيد سعيد بن سالم المسعود المري مع سرابه في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز زي الحفله كريم هذه مسناد للسيد حمد بن صالح بن جرحب المري مع مسناد السلت مباشره الى اول المراكز. اما اللي في ثالث المراكز هذه الشاهينيه للسيد راشد بن طالب بن شريم المري. وفي رابع المراكز هذه الشاهينيه للسيد محمد بن حمد الدعبه مع الشاهينيه في رابع المراكز. خامس المراكز هذه الشاهينيه للسيد راشد بن طالب بن شريم المري. ولكن مسناد في اول المراكز. راحت مسناد حتى هذه اللحظات في اول المراكز للسيد حمد بن صالح بن جرحب المري مع مسناد في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز هذه سرابه للسيد سعيد بن سالم المسعود المري مع سرابه في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه الشاهينيه للسيد محمد بن حمد الدعبه مع الشاهينيه في ثالث المراكز. رابع المراكز الشاهينيه للسيد راشد بن طالب بن شريم المري. وفي خامس المراكز في هذه اللحظات هذه شاهينيه للسيد سعيد بن سالم المسعود المري. ولكن نروح لمسناد. مسناد اللي في اول المراكز. وشوف تحاول من الجانب الايمن سرابه للسيد سعيد بن سالم المسعود انتزعت المركز الاول في هذه اللحظات. هذه سرابه في اول المراكز للسيد سعيد بن سالم المسعود المري. اما اللي في ثاني المراكز هذه مسناد للسيد حمد بن صالح بن جرحب المري. وفي ثالث المراكز الشاهينيه تعود ملكية الشاهينيه للسيد راشد بن طالب بن شريم المري في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه الشاهينيه للسيد محمد بن حمد في رابع المراكز الشاهينيه للسيد محمد بن حمد الدعبه. ولكن سللت في هذه اللحظات الشاهينيه للسيد سعيد بن سالم المسعود الى رابع المراكز. مسناد حتى هذه اللحظات للسيد حمد بن صالح بن جرحب المري مع مسناد في اول المراكز. كما تشاهدون على شاشة التلفزيون هذا الرقص مع مسناد. اما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينية بتعود ملكية هذه سرابة بتعود ملكية السرابة للسيد سعيد بن سالم المسعود. ولكن بن شريم اتسللت الشاهينية للسيد راشد بن طالب بن شريم. إطارة الشواهين في هذه اللحظات من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر هذه الشاهينية للسيد راشد بن طالب بن شريم المري مع الشواهين في أول وثاني المراكز. ثالث المراكز هذه الشاهينية للسيد محمد بن حمد الدعبة في هذه اللحظات في ثالث المراكز. سرابة أو الشاهينية في ثالثة في رابع المراكز. وصلت إلى ثالث المراكز هذه الشاهينية للسيد سعيد بن سالم المسعود. ولكن بن شريم في أول المراكز مع الشاهينية. هذه الشاهينية للسيد راشد بن طالب بن شريم المري. وسيطرة سيطرة تامة بن شريم. نقول تهانينا والناموس على فوز الشاهينية بالمركز الأول وفوز الشاهينية بالمركز الثاني للسيد راشد بن طالب بن شريم المري. وفي ثالث المراكز الشاهينية للسيد سعيد بن سالم المسعود. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 55 ثانية و70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.